السلام عليكم. هناك من يقول أنني قمت بسحب $20 إلى باير عن طريق البيتكوين، لكن مع الأسف لم أتوصل بالسحب، وماذا عسي أن أفعل؟ مع الأسف الإخوان طبعا الحل لن تتوصل بالمبلغ، لهذا سأقدم لكم في هذا الفيديو معلومات مفيدة جدا بخصوص هذا الأمر. وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة في أول تعليق أو في أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. مباشرة الإخوان إلى الموضوع. كالعادة الإخوان، هناك من يقول أنني قمت بالسحب سواء من إمبي نتورك وأيضا من إي ماركتينج، يقول أنني قمت بالسحب مثلا $20 $18 إلى باير ولم أتوصل بالسحب. مع الأسف لم يعرفوا أو لا يعرفون أن الباير فقط لا تقبل. مع الأسف الإخوان، إذا قمت بالذهاب إلى باير سأريكم الآن المعلومة التي ربما الكثير منكم لا يعرفها ولهذا يقع في هذا الخطأ، مثل هذه الإخوان الذين قاموا بسحب إلى الطير ولم يتوصلوا بالمبلغ. نقول أنك قمت بجميع المراحل وقمت بأخذ يعني المحفظة الخاص بك بشكل جيد جدا من AI Marketing أو من طير، وقمت بتحويل لها $20 أو $18 وما إلى ذلك، لكن مع الأسف لن تتوصل بالمبلغ. لماذا؟ سأريك لماذا الآن، تابع معي الفيديو حتى النهاية. سنقوم بالذهاب إلى الباير، ثم نقوم بالذهاب إلى بيتكوين، ثم نقوم بالضغط هنا على ديبوزيت، لأن عندما نريد أن نقوم بالسحب إلى باير أو إلى محفظة معينة نقوم بالضغط على ديبوزيت حتى نقوم بأخذ المحفظة التي هي ستستقبل الأموال. نعم، نقوم بالضغط هنا على ديبوزيت لأننا نريد أن نقوم بعمل ديبوزيت في هذه المحفظة. هذا هو عنوان المحفظة، نقوم بأخذه من هنا ونقوم بالذهاب الى AI ماركتينج ونقوم بالتحويل. لكن هنا اخواني المينيموم الذي تستطيع ان تستقبله هذه المحفظه هو 0.305 الذي يعادل تقريبا $30 بسعر البيتكوين الحالي. اذا قمنا بنسخ هذا المبلغ من هنا وقمنا بالذهاب الى هذا المكان وقمنا بوضع كتابه BTC to USDT ثم قمنا بوضع هنا لصق، هنا يعطيك $28 في هذا، يعطيك يعني سعر البيتكوين بشكل يعني اونلاين بشكل مباشر، يعني تقريبا $28 يعني $30. يعني يجب أن تقوم بتحويل $30 إلى أكثر من $30 إلى باير حتى تستطيع أن تستقبل المال. انظر ماذا يقول لك هنا، يقول لك هنا إذا قمت بتحويل أقل من هذا المبلغ لن يصلك إلى هذه المحفظة. على سبيل الإخوان يعني الأشخاص الذين قاموا بالسحب يعني $20 $18 لم يتوصلوا بالسحب، سيذهب يعني مالهم في الشبكة، يعني لم يتوصل بالمبلغ الخاص به لأنه لم يرى هذه الأمور أو لا يقوم بدراسة هذه الأمور. لهذا أريد أن أقدم لكم هذه المعلومة لأنها جيدة جدا، والكثير من الأشخاص مع الأسف وقعوا في هذا الخطأ، لأن الكثير من الإخوان يسحبون من AI Marketing إلى باير نظرا لأن باير يتم استعماله بشكل كبير جدا من طرف الشباب. فهذا ما أردنا أن نقدم لكم الإخوان في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وإذا تفعيل زر الجرس حتى توصل دائما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة في أول تعليق. والسلام عليكم.